عادل منا يا ليفربول. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا رب. هلا اليوم امبارح نحن كانت المحاضرة عن التشميل الأولي للجهاز الهيكلي. بادئا ذي بدء بنحكي انه نحن الهدف الرئيسي من هالمؤتمر هذا هو إنشاء نقابة خاصة بمحوري الأسنان، ونحن كثير يعني الدول المجاورة سبقتنا بهالشيء، بس نحن أسبق منهم بالتفاعل مع هي المهنة. فإن شاء الله كل مين بيقدر إنه يدعم هالشي هذا يقدم يد العون، إن شاء الله تكون كتير كتير قريبة إنشاء نقابة للمحبرين الأسنان في السوق. ومنهنيكم من هلا إن شاء الله. ماشي، فهلا امبارح شرحنا عن التشميع الأولي للجهاز الهيكلي، أول شيء تصاميم الأجهزة الهيكلية، بعدين شرحنا عن التشميع الأولي ومحاور الدوران، وحطينا عن المخطط طبعا، شفنا شلون نحط احنا المثبتات المباشرة والمثبتات غير المباشرة والمهاميز الريستات يعني، ونقينا انه انسب تصميم للجهاز الهيكلي انه تصميم الجهاز الهيكلي لازم يكون اول شيء خفيف الوزن، يعني خفيف الوزن لازم ما يتجاوز 8 جرام الجهاز ما يتجاوز 8 جرام. فنحن إن شاء الله قلنا إنه ما يتجاوز 8 جرام، وإنه يكون متين، يعني إنه ما نمسك هيك، مو إنه مثلا يكون إنه دغري ينسني يعني. فالجهاز الهيكلي متانته، نعومته، تصميمه، التصميمه الذكي، هي من أنسب الأشياء. الضمات ما تكون سميكة، تكون متينة، يكون فيها مرونة، يكون موضوعها تام، ومثل ما قلنا كمان خفة الجهاز هي من أساسيات نجاحه. الإنهاء الفينيشينج ضروري إنه الإنهاء يكون جيد. فإن شاء الله كله هذا هلا بنشرحه بالتشميع. ممكن تصور نماذج، شايفين مثل هذا الجهاز ما بيتجاوز وزنه 6 جرامات. اللمعة، الفينيشينج، بنلاحظ التصميم، فضروري جدا انه يكون. هلا ان شاء الله بنبلش. نحن متى قلنا امبارح انه بلشنا نحن بالنسخ، مادة الاجار اجار هو هاي الجهاز، وهي مادة الأجار أجار. كان الجهاز بهالشكل التالي، الشكل التالي. فنحن بعد ما ننسخ مادة الأجار أجار بنفك الجهاز، فبتطلع معنا هالنسخة هاي من المادة هاي الأجار أجار اللينة، هي ردودة، هي المادة ردودة. هلا في مواد تانية هي المطاط، هي اللي بنقول السيليكون، في ما بيجوا بدونين سيليكون مصلب والسيليكون الأساسي، فبيخلطوه مع بعض، وممكن إنه يحطوا هذا الجهاز على القاعدة ويحطوا هاي وينسخوها بالسيليكون، فتطلع كمان دقيقة جدا، وهي كمان دقيقة الأجار لأنه هي ردودة، يعني ممكن تستعمل أكثر من مرة. أما المطاط فيستعمل لمرة واحدة، طبعا تكلفته عالية، بس هن دول أوروبا ما بيهمهم، بيهمهم الدقة أكثر من التكلفة عندهم، لأنه هن بياخذوا أسعار عالية. فنحن كمان هن مادة الأجار أجار جيدة، نسخناها، صبينا الكاسي، صبينا الكاسي فيها، طبعا بتكون هي موجوده طبعا داخل العلبه تبعها.
صبينا الكاسي وجف لحتى جف تمام، شلناه من الأقار أقار. طبعا شوفوا قديش هلين المادة، إنه بقدر أنا إنه طلع الجهاز، وبعدين حطيناه بالتقسية في مادة اسمها هارد نار أو شمع النحل، في منهم بيستخدموه، بس هلا كل المواد هلا الجيدة هي الهارد نار. ندهنه أو ممكن إنه غطسه تغطيس، حطه على حرارة 250 درجة لمدة من ربع ساعة لثلث ساعة كافي على 250 درجة، بعد ما تصل ل 250 درجة طبعا، بعدين بنطلعه ليبرد، بيكون جاهز للتشميع النهائي الميثان. هي المادة اللي مادة الهارد نار هي أول شيء مشاورتنا نحط إحنا الضمات والشمع دغري بتلزق على الكاسي، تاني شغلة إنه الحد تبعه بيجي كمان إنه ما بينحت بسرعة الكاسي، فبيجي صلب شوية. الآن هلأ بدنا نبلش بالتشميع. نجي أول شيء بنحط الشبكة، اهلا استاذ، عليكم السلام. الله يعطيك العافية استاذنا في المنشورين، ان شاء الله جهدك مشكور دائما. استاذنا ان شاء الله لكل الشباب اللي معنا بالمنظومه بيستفيدوا من اللمسه الطيبه يا رب. تشميع مباشر مو هيك استاذي؟ الله يسلم ايديك. فهلا التشميع النهائي بنبلش بنحط الشبكه. هلا ممكن نحطها بهالشكل وممكن نحطها بهالشكل، في كثير انواع من الشبكات موجودة بالسوق، فنحن بنحطها بشكل معينات تجي أحيانا أجمل. ومنجي بقى منقص مثل ما قلنا على الحدود اللي شمعناها. وضعنا هلا الشبكة، نجي بنكمل كمان، ممكن نحطها بهالشكل، ممكن نحطها بشكل معينات. ومنقص حسب ما قصينا الريليف السلبي اللي حطيناه، منقص بقى. طبعا وقت ننقص هون نعمل شيء انه هون ما منخليها هيك دهليزيا كتير، لان هلا بدنا نيجوا الاسنان فبتبين هاي من الدهليزي، فمنيجي منقص بهالشكل هاد. بحس بدنا ننضد الأسنان ما تعيق تنضيد الأسنان كتير يعني. بنحط كمان هون طبعا نحن نلتقي في هذه في هذا المؤتمر لنرتقي بمهنتنا، لانه مهنتنا كثير كثير بدها عنايه، وبدها الواحد يدعم هالمهنه ويتعلم. هلا مثل ما قلنا انه خلصنا من وضع الشبكه، بنبلش بقى بوضع الضمات. مثل ما قلنا نحن حددنا الضمات بالتشميع الأولي، حددنا مسار الضمة، فهلأ منحطها مثل تمام مثل ما حطيناها. منجيب بقى
طبعا مثل ما قلنا انه الضمه بده يكون لها مسار صحيح للرحى، مثل ما قلنا من تحت الخط، من تحت المحيط العظمي للسن على المحيط العظمي ولفوق المحيط العظمي، بحيث ما نصل لنهاية الحفاف، حفاف الحدبة هي ما نرفعها كتير. حطيناها بنقص هلا ومنحط المكافئ نحط المكافئ هون. المكافئ بده يجي على المحيط الأعظمي للسن. هلا في شغلة أحيانا بالدهليزي ما بيكون في تثبيت وقت على المخطط، فبنعتمد أحيانا إنه نساوي المثبتة المباشرة في ثانية إذا كان فيها هون الأندر كات عنا جيد، ومنساوي من برا المكافئ. نعتمد أحيانا بعض هاي الحالات وقت ما بيكون عنا بالسن ونحن بنحتاج إنه لتثبيت للضمة، فمنساوي إنه هاي هون المثبتة المباشرة وهون المكافئ نساوي. نبلش هلا بنحط الريست. الريست بده يكون بشكل مثلث غير مبالغ فيه طبعا، ويغطي تمام الحفرة اللي الدكتور احيانا بيكون محضرها، فلازم نغطيها تمام مثل ما هو محضرها الطبيب. فمنسكرها ان شاء الله نثبت هيك بهذا الشكل ها، ونجي بقى بننزل من هون على سطح الارشاد اللي سويناه ضمه. نوصلها مع الشبكة. هلا بنوصلها مع الشبكة وبندعمها، يعني احنا ما بدنا نوصل الضمة احيانا تكون ضعيفة الوصل، فبندعمها مع الشبكة تمام. يعني بنسد هون مثلا من هدول الشبكة تنتين وبندعم فيها الضمة. نجي بقى هلا للضمة الثانية بنحطها كمان من فوق من تحت المحيط العظمي الى فوق المحيط العظمي، ومثل ما قلنا ما بنرفعها هيك للحفاف، بننزلها شوي عشان ما تعيق بالاطباق. يجي الطبيب بده يطبق المريض، فبيطبق على المعدن، فبيحاول الطبيب انه يستحال فبيضعف الضمه، وصلتها للضمه بيضعفها، فبنحاول احنا طبعا الضمة بده يكون مسيرتها من بدايتها رفيعة مثل ما هي موجودة تمام، وبنبلش بنسمكها شوي شوي بهالاتجاه بنوصلها بحيث تندعم تمام الضمة، وما نسمكها مشان إذا سمكنا بتضعف مرونتها الضمة، وبنوصلها مع الشبكة بهالشكل هذا. بنحط هلا المكافئ هون. هلا مثل ما قلنا انه حسب ما نحن على محور الدوران حددنا انه نحن
المهمان يجي من هالمنطقة هاي بهالشكل هذا من الأنسي يعني. محاور الدوران كتير كتير مهمة جدا بتصميم الجهاز. يعني ما نصمم مثلا جهاز ويجي الطبيب يقولنا والله انه عم يتحرك بفم المريض او بيضغط من هالجهة بيلق من هالجهة الثانية، فهذا كله من تصميم الجهاز بيكون انه في خطأ بتصميم الجهاز. نجي بقى قربوا وضحتهم هون قريب يعني عاملة زوم. فحطينا هلا نحن الريست هون بهالشكل هذا. الريست مثل ما قلنا بشكل مثلث بيجي، وحسب اذا الدكتور محضره حسب الحفرة تمام بنسكرها، ما بنسكرها بحيث كمان طريقة الاطباق، بنسكرها وبنعمل لها شكل بهالشكل هذا انه انخماص هيك، يعني بحيث تجي شكلها انسيابي مع السن. يعني مو السن هيك تجي مثلا الريست مرتفع، فضروري بالتشميع يكون كتير بدقة. يعني التشميع الصحيح بيؤدي الى جهاز صحيح، يعني ما بيؤدي انه سماكة ونشذب وكذا، فضروري التشميع يكون دقيق جدا. بنشوف اذا في شيء الشمع الزيادة من إيمو. نبلش هلا انه اخر ضمة بنحطها مثل ما قلنا نحن انه ثلاث ضمات وثلاثة ريست للجهاز كافيين لتسميم الجهاز معظم التصاميم، يعني الا اذا في مثلا تصاميم الاسنان ما فيها مثلا تثبيت، فبنضيف المثبتات المباشرة، نضيف مثبتات غير مباشرة. مثل ما قلنا مسيرة الضمة بهالشكل ها من تحت المحيط الكبير إلى فوق المحيط الكبير، وما بنطلع لعند الحفر. هلا هاد مثل ما قلنا الريس بده يجي من الأنسي بالشكل هاد وعلى المحيط الكبير. طبعا هلا مثلا انا اذا بدي احط هيك في منهم تلاقي هيك بتلاقيها لفوق لفوق، فنحن بنحاول يكون مسيرتها صحيحة جدا، فبننزل على المحيط الكبير بحيث ما تعيب. نوصل هلا مع الشبكة هون طارق. طارق جوال استاذ، جوال استاذ ورا عم نشوف. مثل ما انه الضمة بدايتها بتكون هذا، بس الوصلة تجي بتلاقيها انه بتعرف لتتصل بالجهاز، مشان نحن ندعم انه الضمة ما تقرب مع الايام، يعني انه بوضع الجهاز وبفم المريض. الوصل بده يكون صحيح بهالشكل. مادة الأجار أجار مثل نقول عنها إنه مرة واحدة تنكسر، يعني جينا مثلا نسخنا وقمنا الجهاز وقع مثلا انكسر، ما بنرجع بنصب مرة ثانية، بدنا نرجع بدنا نسخ لأنه بيصير في ارتياب.
نحن يعني أبعد ما يكون على الثياب نشتغل كنا نشتغل بعدين ننزل الجهاز لائم وراكل فبينتسخ مرة ثانية وبينصب مرة ثانية وبينشغل. هلا مثل نحن ما حطينا التصميم قوس أمامي قوس خلفي منبلش مشان ندعم نحن القوس الأمامي والخلفي ممكن نعمل له مثل العرق شلون ورقة الشجرة إلى عروق هيك يعني عرق بنحطه بالمنتصف القوس مشان ندعم القوس لأن إحنا ما بنسمك القوس كله بنسمك المنطقة بالنص من الأطراف تكون رقيقة مشان شو مشان اندماجها مع النسر فما بدي أنا حواف القوس تجي بهالشكل هاد عريضة كلياتها منه بسبب إنه تقلب الجهاز فنحن دائما بنحاول إنه نخفف من وزن الجهاز مثل ما قلنا وزن الجهاز المثالي من 6 إلى 8 جرام أكثر من هيك معناتها في سماكات نحن ندور إنه وين نحن وين سمكنا بنحط هلا مثل ما بعرف هاي شايفينه شلون ها هيك العدد انه حاطينه عشان انه بس ندعم الفوس ما يكون كثير في مرونه طبعا بنحاول نعمل له شكل مثل ما راسمين الفوس الشكل في منه نجيبه مثل هاي تجي طرية يعني هي محاية عبارة عن محاية وبيحاول انه شو انه يضغط عليها بشكلها يعني ما بصير انا بالمنحة تيجي اعمل هيك اضغط يا بضغط بايدي يا بضغط بالمحاية انه تكون بهالشكل نجي بعد ندمج مع القوس هاي هلا في منهم بيحطوا من الصفيحة هاي بريد بيحط من الصفيحة المخرمة هاي تبع قبة الحنان بس أنا بلاحظ إنه بتعطي سماكة يعني بتعطي سماكة بتعطي وزن للجهاز فأنا بحب إنه مثل بعض الشركات كتير بيسووا العرق هاد وبيخففوا من الحواف كلها فنحن قدينا المطلوب إنه متانة القوس وخفة القوس كمان طبعا ندمجه من فوق ومن تحت بهالشكل هذا نكمل هلا القوس مثل ما قلنا انه بالنظام الالماني ما عاد حفروا ريليف ايجابي لانه مواد النسخ دقيقة جدا جدا فبتحقق الانطباق على النسج تمام فما بنحتاج انه ريليف هو ريليف عمله شو مثل ما قلنا مين بيعرف انه ما يدخل فضلات طعام تحت الجهاز يضايق المريض هو عم ياكل فبيحطوا هالريليف الإيجابي هاد
بس ممكن نسأل سؤال، شو الفرق بين الريليف الإيجابي والسلبي؟ إيجابي زائد السلبي ناقص. كيف كنت؟ والله كل شيء زيادة على الجهاز بالنسوج هو ريليف إيجابي، كل شيء ببعد عن النسوج هو سلبي. فنحن عندنا مثلا الريليف، مثلا حتى الريليف الوقائي هو سلبي، لأنه نحن عم نبعد عن أعناق الأسنان بعض الحالات، مثلا مثل هون الحريمات عم نبعد عنها، مثل بالقوس اللساني بدون إنه ما ليش حط الريليف الوقائي القوس اللساني مشان كمان هذا الريليف الوقائي. يعني كل شيء شمع بتضيفه على الطبعة الأولية، كل شمع بتضيفه على الطبعة الأولية مثل كل شمع بتضيفه كان لتحت السرير أو كان لخط الإنزال أو كان لحماية الحليمة كله اسمه سلبي. أما الريليف الإيجابي حفر بالمثال، هو حفر بالمثال زيادة بالمعدن بالنسوج، تغرز بالنسوج هو ريليف إيجابي. وطبعا مثل ما قلت في بعض الجامعات من نوع المعهد حتى ريليف ايجابي بيقول لك انه خلص نحن موادنا دقيقه جدا، فما استعمال المواد تبعيته الاجهزه تعطيني انطباق وسوت لنا يعني هلا هيك عملنا نحن بالشكل هذا. طبعا بنحاول انه ما يكون كثير، يعني نحن العرق هذا ما يكون نافر كثير، فبيطلع الجهاز انه كثير هلا هون مثلا احنا حاطينه بس مو مبين كثير، هون مثلا ما مبين كثير، فبدنا اياه ما يبين انه علوه كبيره. بنيجي بقى هلا خلصنا هيك، بنيجي هلا الريليف الايجابي اللي حفرناه لازم نعبيه، لانه هلا ما بيتعبى بالصفيحه هي، فبدنا نعبي الريليف الايجابي كله. عبينا هلا هيك الريليف كله مثل ما نرسمينه. تفضل. حالات الصف الأول يعني نشوف الكتالوجات هي بيعمل وصل كبرى هي بشكل فراشي على خط الزمن، بس نحن لو ردنا نحن نحكي بالطريقة العلمية إنه نحن يعني عندنا خط محور دوران للجهاز مزبوط. طيب هو هلا وقت اللي إحنا ما عم نعمل الوصل الكبرى على الأسنان الأمامية أو ما عم نوصل المهماز بين محور الدوران للجهاز، كيف بصمم هو الوصل الكبرى صوت هلا يعني استاذ شو استنى؟ دائما نحن ما بنقدم على الاسنان. هلا انا عندي حاله صف اول، معلش بعد عندي حاله صف اول، لنفترض مثلا جزء واحد عند الضاحك الاول يعني مهماز الانسي المحبوب هون ممكن يمنع حد يكبر، بس اذا اعتبرت انه انا عندي الضاحك الاول عند الرحه الاولى مثلا حالة بصنف أول آلي مثلا راحتين برحة مثلا واحدين واحد تاني برحة أولى بصمم مثلا مثل ما مصمم انت هون الكتالوجات أنا كله مشوفه بصمم الوصل الكبرى على شكل فراشة يعني بس مو صمم قبة حلقة حتى فقط. طيب وين المهماز اللي منع حركة الدوران؟ يعني هذا هي مو صنف أول هيك صار زي صنف ثاني شلنا هي أيوة تمام شلنا هي هلا صارت حالة صنف أول حركة الدوران للأمام وين المهماز اللي بيمنعها؟ المهماز عندك في الضاحك حركة الدوران للأمام نحن ما شرحنا عن الدوران مثلها بتمنع الجهاز. نجي
نشوف آخر منطقة بالدرب هي نمشي نقرب من وسط الجهاز، يعني محور الجهاز، منتصف الجهاز، وين منتصف الجهاز بين المقطعين، نقرب محور الدوران هذا من ما بصير مثلا أنا أعمل هيك مثلا هيك مثلا، يعني ما بصير هيك شايف أنا عملت هيك أنا بعدل نزل محور نزل خطوة. هي هي فنجي نساوي أفضل من الأنسي بس خليك نشوف حتى إيه إيه بعرف إن لسه ما إحنا عاد محور الدوران هلا بدنا نسقط عليه تمام أيوة تمام ما أسقط أيوة هلا هي محور الدوران تمام غالبا هنا بيقولوا إنه إذا في هون سن نعمل من هون مهماز ومن هون مهماز أنا بس عم بحكي هنا بفضلوا هنا إنه يساوي الصف الأول بس عم بحكي الصف الثاني محلولة يعني بس يساوي من الأنسي تمام من الأنسي شايف من الأنسي هي هون هذا مو موجود هلا تمام بنعتبره مو موجود عندنا ضحك وضحك من الأنسي هون شايف شلون بين الشكل هذا سويت بعد المثبتة غير مباشرة حطيت المهمان على الأنسي من هون هي هلا بدنا نشوف نجي بعد نسقط عليه تمام اسقطنا بقى مثلا نسقط من هون الى الدرد هون تمام. اخر منطقه بالدرد وبنسقط من هون كمان للانسي تكملته واحد. يعني تكملته هدول الاثنين ايه هدول الاثنين هن مثل فعل ورد فعل بيجي هيك بالشكل هذا من الشكل هاي محور فدائما من الأنسي بدي هاد وهاد من هون ومن هون من الأنسي محور دوران وهذا كان جهاز استاذ هات هاد الصغير صنف اول الوسط النص اعطيني يا رب اي هاد من هون انت اذا حطيت هيك هيك طيب حطيت هيك اشرح له عليه من اخر درب منهم هيك اعطينا من هيك طيب هو صار محور دوران هون لا هلا هيك عمودي هيك عليه هاي احنا بنحطه عمودي يعني بنحطه عمودي من يعني من اخر درج من هون عمودي بدك واحد تشتغل على هاد هاد صنف اول واحد ثاني يعاكسه هلا هاد احنا عاملين وصلة على اللسانية هاي بتمنع هاي بتعمل عمل مهم هلا هاي انا قصدي انه نحن وقت اللي عم نشوفهم بالكتالوجات ما عم يعملوها هلا هي هي هذا سؤالي هلا كل التصاريف هلا التصاريف الجديدة كانت من اول هيك يساووا بهالشكل هذا ما هي هلا عم بالدراسات الحديثه وجدوا انه لا احنا في شويه محور دوران لسه في خلل في خلل عم يدعموا بهال هلا معناتها يعني بهالجبيره هي جبيره عم يدعموها هي فعم تمنع زياده انه خلص ثبات الجهاز بفم المريض هلا معناتها شيء جديد يعني عم بغيروا يعني هلا هون شو حاطين من الانسي شايف مهمين حطينا هون جبيره اماميه زياده بثبات الجهاز منع محاول الدوران قلت شلون يعني لا ما عم لك هلا مزبوط انت عم تحكي هلا مثلا مثل هذا مثلا لنفترض نساوي قوس قوس لساني كانت من أول يساوي كمان أنسي هي صنف أول أنسي لقينا كمان عم يمد من القوس عم يمد للأسنان السنيتين الأماميات عم يحط عليها ريست هلا بالدراسات الحديثة عم يقولوا لا مالك الدعام بالجهاز لازم ينحط وخاصة كمان انه قوس هذا انت شلون عم تعتمد انه بس على المهمازين لا عم يساوي تجربة فعلا هو صار ما يعطي يعني تجربة يعني تفوت بتلاقي التصنيف كله عم يعتمد وتلاقي غير مد وسط صغرى حط هون مهماز مد وسط صغرى حط هون مهماز ريست كذا يعني شلون كثير يعني عم يعتمدوا بسبب الجهاز انه الجهاز يوضع بتم المريض ما يكون ما يتحرك ابدا يكون في سبات فانت مزبوط عم تحكي انه هلا بالتصانيف الجديده كلها هيك بس هلا نحن مثلا هون هلا ريست 2 3 هون كافيين يعني المهاسيس الاماميه هي الحلب عند الضحيه تشتغل الحلب هلا مثل ما قلنا انه حطينا هون هلا هن مثلا بالهذا المثال كانوا حاطينه هون الرئيس هلا هون صار بعد عن مركز الجهاز بعد شوي فهنا بيقولوا لك دائما محور الدوران بيكون
جاي بمركز يعني محور الدوران مع الجهاز اللي يمر منهم. كل ما قربنا نحكي للناس على خط على محور على خط المتوسط محور الدوران كل ما منعنا منعنا اخذوا انسي فاخذنا انسي افضل ما منحط انسي وحش بس ما في فايدة. هلا ممكن انت تعملي غسلة صغرى من هون وحطهم ماما كمان دعم هلا هو المشكلة بعد اذنك استاذ يعني المشكلة انه وضع المهماز اللي بفكروا بشكل ارتباطي بعد كثير مخاطر يعني كثير حتى طلاب يعني انه مثلا حط مهماز زول او حط مهماز زول لا وضع المهماز اللي دراسي اللي دراسي هلا كتبت المهماز بمكان محدد مو باي مكان قلت المهماز كتبت المهماز عشان المريض يتزعج يعني لازم لا انا لازم خالص يعني ما بتلزم هذه تمام يعني زمان ما في داعي يحط مهاميز عيال يحطوه اماكن حتى في مخابر كثيره تشتغل الشغل تلاقي انا شايف اجهزه مثلا مخابر لمع حلو كثير كذا تلاقي حاطط مهماز ما لازم يحطوه معناته دلاله انه شو هو ما له دور في دلاله انه هو ما بيعرف وين محور دوران جهازه ولا بيعرف وين لازم يحط مهماز مجرد هيك يعني نحن هي مثل ما احنا العرق مشان ندعم خطوط الانهاء هلا بنحط خطوط الانهاء قبل ما نحط هذا بنحط خطوط الانهاء هلا في منهم بيحطوا الصفيحه وبعدين بيحط خط الانهاء وبيدمجوا فبيكون هي نحن بنعتمد الطريقه الثانيه نحط اول شيء خط الانهاء هذا اسمه خط الإنهاء شو؟ الظاهر الظاهر يلي حف... ها تحت الجهاز خط الإنهاء الباطن ايوه فمثل ما قلنا هلا من أول ما كانوا يعملوا هاي هيك يعني هلا كلها هلا كانوا مستقيمة وكذا ما أقول لك هلا كله دراسات حديثة يعني جمالية بالجهاز عم يحاولوا ان الجهاز يكون اجمل عم يحاولوا يعني. يعملوا تصاميم اكثر كذا ف دائما يعني هلا مثلا مثل هون مثل هون خط الانهاء يعني نحن خط الإنهاء ما بنجي من الهي هون دائما من الهي للداخل ليكو هي صح هي الشكل هذا هلا في من هون بنهي هون وهون بس لهون وهون بيجي كله أطري أنا بعتمد الطريقة الثانية إنه أنهي لعند السنتمار كل كريم طبعا هيك هلا الجهاز الإيطالي مدروس مو جهاز كريدي إذا حطوه ما نزل يسحل من هون يسحل من هون هذا مدروس هذا لازم الطبيب يحطه هيك ما نزل معناته في خلل يا بالطبعة يا بال يا بالمواد يعني أي شيء يعني حطينا خطوط الإنهاء هاي وبعدين بدنا ندمجها مع الجهاز وآخر شيء بنحط الصفيحة المخرمة بقبة الحناك على الأقوص. دول شركة أستاذ هدول. هلا هدول بيجو. هلا في صيني بماسلوس. هاي في موجود هلا صيني وكوري موجودين يعني. والله هلا ما بعرف تسأل مستودع ناجي يمكن عنده يعني هو إذا هلا بنيجي بقى حطينا خط الإنهاء الظاهر بنيجي بقى ندمجه تمام هلا أي خلل بالدمج بالهذا وقت نحط الصفيحة تبين معنا على المعدن إنه في خرسة أو بارز أو كذا فبنحاول نحنا إنه يكون التشميع يكون يعني دقيق يعني الفينيشينج تبع التشميع يكون دقيق مشان ما نتعذب بالفينيشينج تبع المعدن هلا هي حطينا ختمنا تمام طبعا بده يكون متمادي تمام Thank you.
مثل ما قلنا انه جهاز البيتاليوم له ثلاث اسباب لنجاحه. اول شيء انه يكون ثباته بالفم المريض جيد تمام. ثاني شيء خفة الجهاز. ثالث شيء متانة الجهاز. يعني متانة اول شيء ثبات، متانة خفة. وطبعا الفينيشينج ما يعني ما يكون تلميعه، فكله هدول الاسباب نجاح الجهاز الهيكلي. ولهلا باوروبا وامريكا ما 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 يعني انه هلا رغم التطور اللي طلع ولهلا الاجهزه الهيكليه مرغوبه لانه هي كمان بدايه للاتاشمنت اتجاه التلسكوب. هلا اتجاه التلسكوبيه باوروبا نمبر 1 عندهم، كتير كتير بيعتبروها طبعا. والبار اتاشمنت وكذا كله كله يعني، والبول اتاشمنت، فكله هذا يعني بيعتمدوا باوروبا اكثر من الاجهزه هي الهيكليه التقليديه اللي بنسميها مع كلاس بارت. مثل ما قلنا امبارح حكيناها انه هن بيعتمدوا على محور السن. محور السن عم يصير في امتصاص بعظم السن. الأجهزة الإكريلية فشل ذريع بالأسنان إنه عم يصير هيك. الأجهزة الهيكلية جيدة أكثر. بيجي الأتاشمنت بعد منها وبتجي في جانب تلسكوبية نمبر 1، لأنه بالصور الشعاعية بيّن إنه العظم السنخي تم مثل ما هو يعني ما تقاتل ولا 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 تراجع عن السن، العظم السنخي. هلا اخر شيء بنحطه على هلا هن باوروبا بيسكروها، بيقول لك لانه يعني عندهم الدقه كلها على التلسكوب بيشتغلوا، فبيسكروها. نحن هلا ما عمرنا هلا بنجي ممكن هاي هلا صعب انه نحطها، ممكن نعمل بالشكل هذا، نشيل من هون نعملها بالشكل هذا، نحطها هاي. نشيل من هون نعمل له هذا هيك بهالشكل، شايفين شلون صار؟ بننزله بهالشكل هذا، ونحطه بهالشكل، طولي نزل على الجهاز كله بهالشكل، ونبدأ بهذا. قصت عند خط الانهاء تمام. طبعا مثل ما قلنا رسمين لعند خط لعند الريليف تمام القص بالشكل هذا. قصت عند خط الانهاء الظاهر. هلا في بعضهم بحط لي اياها هيك ملساب، ومثل هي مثلا هيك بتساوي مخرب بهالشكل. يعني الشيء في بعض الحالات هلا بورجيكم صور ملساب مثلا ما مساوية مخربة. قصينا هلا هيك
قصينا هيك شايفين نشتغل من بعد عن أعناق الأسنان الجهاز اللي معرفة هذا هلا هاي جاهز الجهاز يعني خلص في دروش أقوم هلا العرق قال لنا انه مثالي ممكن هيك جاهزين بعد ما نقدر نجي نقدر نحط الدكتور بالشكل هذا هلا هذا الجهاز ممكن تسع وتات بكفي نحط هذا الوتد بالشكل هذا نحط وتد هلا غالبا انا ما حط تقولي على الجهاز حطه خارج الجهاز وبعد ضمي هي اثنين بيلتقوا هون والثالث ممكن تحطوا من هالجهه هي من هالجهه بنحط عليه بعد الامر بعد ما بنوصله نحن بنستلم الوقت ده عنا شوي كنا حطيناه هون هدول بنحطه بهالشكل ها وبعدين بنكشي وبنصب الجهاز بنلمع من شري بنصب الجهاز من شزه من شري الجهاز من شريده بعدين في شيء بالمقطار وكل شيء بعدين يعني الجهاز كان بيطلع هاي الله يعطيكم العافية كلها إن شاء الله تكونوا استفدتوا وفي نماذج تفكروا تشوفوها هلا ما شاء الله الانستغرام والفيس والهي مليان يعني أشياء ممكن تستفيدوا منها الله يعطيكم